بونجور تو الموند، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرتدا لدروس علوم حياة الأرض في مستوى جذع مشترك علوم ولا تكون كومان سيونس. دونك واحد البارتي اللي هي من البارتي ديال شابيتر نيميرو 2 ديال لي فاكتور إضافيك اي لو غولاسيون افيك لا ريبارتيسيون ديال لي زيتر فيفون، ولا العوامل ديال التربه تأثير على توزيع الكائنات الحية. ديغنيير اكس ولا هنايا المحور الأخير في هذا الشابيتر هي هو المحور باردون ديال لاكسيون ديال لوم سيغ لو سول، ولا لاكسيون ديال دو لوم سيغ لو سول، او تاثير الانسان على التربه. دونك غادي نحاولوا نشوفوا كيلكو اسبي مظاهر ديال لا ديغراداسيون ديال لو سول، سيتادير بعض مظاهر ديال التاثير السلبي الى بغينا نقولوا ديال الانسان على التربه. دونك عندنا هاد الدوكيمون هذا، دونك هاد الدوكيمون فيه بعض الصور ولا كيلكو زيماج. دونك هاد لي زيماج كيلخصوا بعض المظاهر ولا دي كيلك اسبي ديال لا ديغراداسيون ديال لو سول. كما كنعرفوا بلي ان لو سول ولا التربه هي واحد الميليو فراجيل، يعني واحد الوسط اللي هو هش واللي ممكن انه يتعرض لواحد لا ديغراداسيون فاسيلمون بسهوله، ممكن انه يكون عليه تاثير سلبي باغ لي ديفير اكتيفيتي هيومان، بعد بعده انشطه ديال الانسان المختلفه. دونك سي اكتيفيتي دونك ريبيركوت سور لا فيرتيليتي اي لو روندمون ديال لو سول، يعني كيأثر سلبا على الخصوبه ديال التربه وعلى المردوديه العامه للتربه. دونك هاد لي فوتو ديال الدوكيمون اليست برينسيبال مانيفيستاسيون ديال ديغراداسيون ديال لو سول، يعني من بين النتائج ديال لا ديغراداسيون ديال لو سول، ولا من بين النتائج ديال التأثير السلبي للإنسان على البيئة ولا على التربة بصفة خاصة. دونك انطلاقا من هاد لي زيماج هادو ولا ملي كيلك لي زيماج، دونك غادي نبداو بليماج الاولى دونك اللي كنشوفوها هنايا. دونك شنو كنلاحظ؟ اول اوبسيرفاسيون كنلاحظها هنايا اسكو انه عندي واحد القطع ديال الخشب ولا عندي واحد الكوبيور ديال لي زارب او نيفو ديال لا فوغي ولا او نيفو ديال واحد لو ميليو. لا ديفوريستاسيون سي تادير انه القطع ديال الاشجار، دونك هاد لاكسيون ديال لي غاسين سيغ لو سول ولا هاد التاثير ديال الجذور ديال النباتات على التربه. دونك شفناه قبل قلنا بلي انه هاد لي غاسين عندهم واحد الدور او نيفو ديال لو واحد لو رول ديال لي فيجيتو سيغ لو سول، سي تادير انه اون فوا كندير لا كوبيور ديال لي زارب ولا كنحيد لي زارب ولا ديفوريستاسيون، غادي يكون عندي سكون ابيل واحد التربه اللي غير متماسكه، وغتفقد واحد الخاصيه من الخصائص ديال التربه. دوزيام كا سي لا سيرباتوراج ولا الرعي الجائر. هذا الرعي الجائر كيسبب في القضاء على الغطاء النباتي، دونك ليليميناسيون ولا كنقولوا لا ليليميناسيون ديال ريكوفرمون ديال لي فيجيتو. داكور، هنايا توجور الا ما كانش عندي لو ميليو فيه لي فيجيتو غادي يولي عندي راح تاثير على لو سول اوتوماتيكمون. دوزيام كا سي ممكن ان نقولوا هنايا ما كيدخلش الانسان بطريقه مباشره، دونك هنايا ممكن انه يكونوا دي فاكتور ديال لو ميليو باغ اكزومبل، هنايا كنقولوا لي غوزيون ديال لو سول ولا التعريه ديال التربه. دوزيام كا سي ديزيرتيفيكاسيون، هاد ديزيرتيفيكاسيون ظاهره ديال التصحر، ممكن اننا نتفادوا الظاهره ديال التصحر باعاده ديال التشجير ديال المنطقه. دونك هنايا ممكن ان ندخلوا التأثير ديال الإنسان ولا الإهمال ديال الإنسان لهاد الميليو. ديغنيير كا ولا كيدخل فيها الإنسان 100% ولا أوتوماتيكمون ولا ليفي ديريكت ديال الإنسان على التربة ولا على البيئة أون جينيرال، سي لانسوندي ديال لي فوغي ولا دو فوغي ولا الاحتراق ديال الغابات. هناك هنايا الاحتراق ديال الغابات بفعل كنقولوا بفعل ديال الإنسان، بوتيتخ بالفعل ديال الطبيعه ولا لوغمونطاسيون ديال لا تمبيراتور، مي هنايا سي كنقولوا 90% حتى 100% سي لو رول ديال لوم. داكور، ولا لو رول نيجاتيف ديال لوم، الاهمال ديالو بترك بعض يعني الاشياء اللي كتسبب الحرائق ولا لانسوندي ديال لي فوري. دونك بوتيتر نزيدو بعض المسائل هنايا او نيفو ديال لي زاكتيفيتي هيومان ولا لا ديغراداسيون ديال لو سول سو لاكسيون ديال لو. هنايا كاين لاغريكولتور انسونسيف ولا باغ اكزومبل
الزراعة المفرطة، كاين او نيفو ديال الإيريغاسيون، الديفوريستاسيون، لا سيرباليوراج، لي بوليسيون اندستريال، اي انسي دو سويت. دونك هنايا كاين دوطخ شوز بالنسبة لديغراداسيون ديال لوسول.